مرحبا مشاهدينا إنه برنامج تقصي الذي ينغمس في عالم القصص الخبرية لاكتشاف الأحداث بعمق ولتقديم أفق جديدة للفهم أقدمه لكم أنا فاطمة زهراء عماري سنتقصى وإياكم في هذه الحلقة قصة لافتة التي حملت في إحدى المظاهرات التي تعبر عن تضامنها مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة هذه اللافتة كتب, كتب فيها شعار من البحر إلى النهر فسارع مؤيدون للصهاينة إلى اعتبار ذلك دعوة صريحة لإزالة الكيان لأن عبارة من البحر إلى النار هي تعبير سياسي يشير إلى حدود الأرض التي أقيم عليها الكيان في الرابعة عشر ماي 1948 بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين والتي تقع بين البحر الأبيض المتوسط غربا ونهر الأردن شرقا وهذا مثال واحد فقط عن عديد القضايا القانونية والاتهامات اليومية لكل من يحاول أن ينتقد الكيان الصهيوني وربط الأمر بمعاداة الصهيونية التي يرون فيها معاداة للسامية لنتوقف هنا عزيزي المشاهد ما المقصود بالسامية وما هي معاداة السامية معاداة الساميه هي ظاهره اجتماعيه وتاريخيه قديمه جدا، تعد هذه الظاهره جزءا من التمييز العرقي والديني الذي تعاني منه العديد من الشعوب على مر العصور، بدات في التاريخ الحديث مع محرقه الهولوكوست اثناء الحرب العالميه الثانيه، لم تفتا الصهيونيه ومن بعدها العبريه ان تتهم شعوب العالم بعداء اليهود تحت ما اطلقت عليه مصطلح العداء للساميه، وقد حرص هذا الكيان الذي غرس في الذي في فلسطين اقول على إلصاق هذه التهمه بالشعوب العربيه والاسلاميه داعيا كل اليهود للهجره الى فلسطين بدعوى ان العرب ارتكبوا جرائم ومجازر ضدهم تطرح العديد من التساؤلات حول جذور معاداه الساميه وسبب استمرارها على مر العصور هل يعود سببها الى العوامل الدينيه ام ان لديها جذور في العوالم الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه كيف تاثرت معاداه الساميه بالاحداث التاريخيه الكبرى مثل الحروب والتغيرات السياسيه من الجوانب الهامه ايضا مشاهدينا النظر في الكيفيه التي تلعب فيها وسائل الاعلام الغربيه دورا في تشكيل الاراء وتعزيز تحيز واستغلال معاداة السامية كحجة لصالح الكيان مشاهدينا انضموا إلينا في هذا الرحيل الاستقصائي المثير للاهتمام لاكتشاف أن معاداة السامية ليست ظاهرة مقتصرة على فترة زمنية معينة أو مكان محدد أو لشعب بعينه بل قد شملت مجتمعات متعددة ومناطق مختلفة في العالم يتطلب فهم هذه الظاهرة فحصا دقيقا للعوامل السياسيه والتاريخيه التي ساهمت في تشكيلها واستمرارها مشاهدينا نبدا التقصي بتقرير الامم المتحده الذي اعرب عن قلقه ازاء موجه التجريم والعقوبات والاعمال الانتقاميه التي تطال المتضامنين مع ضحايا الحرب حول قطاع غزه الصهيونية على العالم منذ السابع أكتوبر الماضي إلى يومنا هذا تم فصل العديد من الأسماء المعروفة في العالم ومن وظائفهم بتهمة معاداة السامية بسبب انتقادهم للحرب على غزة مثلا اضطرت الكاتبة في مجلة نيويورك تايمز جازمين هيوز إلى الاستقالة بدعوى انتهاكها لسياسات التحريرية بعد توقيعها على بيان داعم لفلسطين كما تم فصل المصورة الصحفية الفلسطيني حسام سلام من صحيفة نيويورك تايمز بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعبر من خلالها على دعمه لفلسطين كما تم فصل الصحفية الكندية من أصول فلسطينية زهرة الأخرس من عملها في وكالة الأنباء الكندية جوليان نيوز على خلفية منشوراتها الداعمة لفلسطين وتم طرد ديفيد فيلاسكو رئيس تحرير مجلة آرت ومقرها الولايات المتحدة المتحده الامريكيه فوروم بعد أن نشرت المجلة رسالة مفتوحة رافضة للحرب على غزة كما تم أيضا مشاهدين فصل ست مراسلين من البي بي سي بذريعة انتهاك قواعد الحياد الصارمة للمؤسسة بزعم دعم حماس على وسائل التواصل الاجتماعي هذه أمثلة وعينة بسيطة فقط عن العقوبات التي طالت منتقدي الكيان بحجة معاداة السامية لهذا حذر بيان الأمم المتحدة من أن ذلك يمثل انتهاكا لحرية التعبير ويخلق جوا من الخوف والمشاركة في الحياة العامة وقال المقررون الأمميون في بياناتهم إن الصحفيين والمؤسسات الأعلامية التي تنتقد الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين وكذلك المؤيدون لفلسطين المحتلة يتعرضون للتهديد ويتم التمييز ضدهم ويتم رفض انتقاداتهم لسياسات الكيان وتصرفاته ويتهمون بمعاداة السياسة سامية. وأوضح بيان المقررين الأمميين أيضاً أن هناك توجهاً مقلقاً للغاية لحظر وتجريم المظاهرات المؤيدة لفلسطين ووصفها بأنها مظاهرات مظاهرات تدعو للكراهية مبينا أن ذلك يتم في كثير من الأحيان بدون تقديم مبرر يستند على أدلة وحذروا من أن تلك الممارسات تنتهك الحق في الاحتجاج الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتضر بجهود الديمقراطية وإحلال السلام وشدد البيان مشاهدين على ضرورة احترام حق الناس في التعبير وتضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحقهم في المطالبة بالعدالة مشاهدينا إذا هي البروباغاندا الصهيونية التي تبيد غزة بحجة معاداة السامية عزيزي المشاهد يجب أن نفهم أو يفهم أن انتقاد الكيان ليس معاداة للسامية وهذا ما جاء في رسالة مفتوحة للمجتمع الدولي التي نشرت في المجلة الأدبية ووقع عليها المجلة الأدبية الإلكترونية أن بلس وان ووقع عليها الآلاف حول العالم، عبروا عن رفضهم للخطاب السائد الذي يعتبر أي انتقاد للكيان هو معاداة للسامية، وأشاروا في رسالتهم إلى أن مفهوم معاداة السامية استخدم حتى الآن لحماية الكيان من المساءلة ولإخفاء حقيقة الاحتلال وإنكار السيادة الفلسطينية، وأن المفهوم نفسه يستخدم اليوم لتبرير القصف المتكرر لجيش الاحتلال على غزه، واسكات الانتقادات داخل المجتمع الدولي، وذكروا ان الكيان استخدم معاداه الساميه كذريعه لارتكاب جرائم حرب بقصد الاباده الجماعيه، وشددوا ان معاداه الكيان الصهيوني وجرائمه لا تعني معاداه الساميه، مشاهدينا تتساءلون الان عن الكيفيه التي يستغل فيها الكيان معاداه الساميه من اجل تبرير جرائمه هذا ما سنتقصاه سويا مع الخبير مشاهدينا ولكي نستكمل اركان التقصي لابد لنا ان نتباحث في موضوع حلقتنا لهذا اليوم الا وهو معاداه الساميه او معاداه الصهيونيه وكيف يستغلها الكيان الصهيوني في معاقبه كل من ينتقد سياساته الاجراميه لهذا وجب علينا ان نستضيف الدكتور حمزه حسام استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه اهلا بكم سيدي أستاذ بداية نود أن نفهم كيف يستغل الكيان الصهيوني معاداة السامية في معاقبة وقانونيا كل من ينتقد سياسته الإجرامية. هو أولا يجب أن نعرف بأن النظام الصهيوني كما هو متفق عليه ومعروف للجميع على أنه نظام احتلالي، نظام استيطاني. وهذه في حد ذاتها جريمة، جريمة و ينجر عنها مجموعة من الممارسات غير الأخلاقية والممارسات غير الشرعية والممارسات المنبوذة على المستوى الإنساني وبالتالي شرعنت هذه الممارسات تحتاج إلى يافطة تحتاج إلى وسم ما نستخدمه لكي نمنع أي انتقاد يصدر ضد الصهيونية هذه اليافطة هي معاداة السامية التي كانت في الأساس معاداة لليهود ثم استخدمت لاحقا في اللحظة أو في الفترات التي سبقت انشاء الكيان الصهيوني اصبحت تعني معاداه الصهيونيه، فاستغلال معاناه اليهود والاضطهاد الذي تعرضوا له من طرف الاوروبيين، هو الذي اسس لاحقا للسرديه الصهيونيه، فاصبح اليوم من يعادي الصهيونيه وكانه يعود الى الممارسات القديمه، ممارسات الاضطهاد القديمه التي مورست ضد اليهود في اوروبا تحديدا، اذا هو تبرير لما يقوم به من جرائم اليوم ضد الفلسطينيين عطفا على ما تقدمتم به أستاذ حمزة حسام هناك العديد من الصحفيون والفنانون يعني وكل من عارض أو انتقد السياسة الإجرامية للكيان الصهيوني بداية يعني من السابع أكتوبر الماضي عرضوا إلى يعني عقوبات صارمة هناك من طردوا هناك من يعني سجنوا وغيرها من العقوبات ولكن كما ذكرتم لماذا لماذا يعني معاداة السامية تستغل اليوم يعني خارج سياقها؟ آه لمنع كشف حقيقة السردية الصهيونية لمنع كشف حقيقة الممارسة التي يرتكبها الصهاينة هناك دائما هذا الربط آه لأن الذي حصل اليوم هو أن العالم بدأ يكتشف بأنه فعلا قصة ما يسمى بدولة إسرائيل وقصة الصهيونية مختلفة تماما عن قصة اليهود وبأن هناك توظيف وأدوات لقصة اليهود من أجل خدمة سردية الدولة الصهيونية هذا هو تحديدا الذي بدأ ينكشف وبدأ يتحطم فأصبح الناس يعتقدون أو متأكدون بأنه في الحقيقة الحديث عن ممارسات دولة الكيان أو الكيان الصهيوني والحديث عن جرائم وممارسات الصهيونية ليس لديها علاقة بمعاداة اليهود ولكن هذا في الأخير لا يخدم السردية الصهيونية السردية الصهيونية حتى تبقى مستمرة وحتى تحافظ على هذا الزخم وهذا الانتشار الذي حققته خاصه على داخل المجتمعات الغربيه يجب دائما ان يبقى الربط بينها وبين اليهوديه لهذا كل من يخرج عن هذا الاطار كل من يحاول ان يفك الارتباط في عمله كما قلت الاعلامي او الصحافي او في حتى خطابه السياسي ان يفك الارتباط بين اليهوديه والصهيونيه هذا يعاقب ويجرم لانه يهدد جوهر وركيزه الروايه الصهيونيه التي تقدم للعالم اذا كيف يمكن التوعيه بمعاداه الصهيونيه بكي يعني ان تفهم بشكل اوسع في وقتنا الراهن هو ان نسو او ان نؤكد على حقيقه ان المشروع الصهيوني هو مشروع احتلال هو مشروع استعماري هو مشروع عنصري هو مشروع ل إبادة الفلسطينيين لإبادة العرب، هو مشروع في حد ذاته يتعا يناقض المبادئ التي يدعي بأنه جاء لخدمتها، لأنه يعني في الأخير مشروع الصهيوني يعتمد على كما قلنا المظلومية اليهودية، مظلومية اليهود التي مورست ضدهم من طرف الدول الأوروبية في الكثير من الدول الأوروبية في ألمانيا في بريطانيا في إسبانيا عبر التاريخ. ويؤسس على أساسها فكرة أنه يجب على اليهود أن يؤسسوا دولتهم المستقلة التي يكونون فيها هم الأسياد إذا أن, أن نفك الارتباط بين القضيتين اليهودية شيء والصهيونية كمشروع كولونيالي كمشروع عنصري كأبرتايد هذا شيء آخر وهذا يجب أن ينتقد ويجب أن يحارب ولا يجب أن يقبل مهما كانت الذرائع وأعتقد بأنه بعد طوفان الأقصى هناك يعني نوافذ كثيره جدا وابواب كثيره جدا فتحت في عقول الشعوب الغربيه يعني قبل حتى الشعوب العربيه وأصبحت تدرك بأن هاته هي الحقيقة وهذا ما شاهدناه سويا يعني عبر القنوات الإخبارية وأيضا عبر السوشيال ميديا للمظاهرات التي كانت تدعم القضية الفلسطينية وتجرم ما يحدث في غزة هناك وأيضا انتقدت يعني مصطلح معاداة السامية وقالوا بأنه ليس انتقادا لا لليهودية ولا للصهيونية بل هو انتقاد لهذه الجرائم أستاذ في وقتنا الراهن معاداة السامية هل تعتبر أو تعد يعني هل هي مرتبطة لفئة معينة أم تغير المفهوم وتغير هذا الارتباط أعتقد بأن اليوم معاداة السامية وفقا لما يراد له أو ما تريده السردية الصهيونية تحديدا هي معاداة الكيان الصهيوني أو معاداة إسرائيل اليوم الذي ينتقد الكيان الصهيوني أو ينتقد الممارسات الصهيونية سواء ضد الفلسطينيين أو عبر العالم بصفة عامة مباشرة تلصق فيه تهمة معاداة السامية وبالتالي تعاد إلى الأذهان تلك الجرائم التي كانت ترتكب تاريخيا ضد اليهود. إذا أصبح هناك نوع من الرهاب لدى الشعوب التي أصبحت لا تتجرأ أصلا أن تنتقد إسرائيل خوفا من أن تتهم بمعاداة السامية، لدرجة أننا رأينا نخبا ورجال سياسة يعني مرموقين يعني خذ مثال رئيس الحكومه الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان هو في حد ذاته اتهم في بدايات طوفان الاقصى في الشهر الاول بمعاداه الساميه لمجرد انه قال بانه في الاخير الشيء الذي دفع الفلسطينيين للقيام او لاستعاده المقاومه ليس معاداتهم الساميه بقدر ما هي الممارسات الكولونياليه. اذا هذا هو جوهر المساله وهذا هو الذي يجب كما قلنا أن نؤسس له خلافاً لما يريد له الكيان لأن الكيان خدمته أو فكرته الأساسية تقوم دائماً على وجوب الربط بين كره اليهود وكره الصهيونية أستاذ يعني هل يوجد تأثير للحكومات أو للسياسات بصفة عامة من أجل الحد من انتشار معاداة سامية خاصة يعني في التغطيات الإخبارية وفي البلاطوهات التي نشهدها يوميا التي تحلل الحرب على غزة يعني نفس القنوات الغربية التي تدعم معاداة السامية أيضا تعاقب من طرف الكيان الصهيوني من أجل اختراقها لمعاداة السامية فسر لنا أكثر في هذا الموضوع هذا دليل على أنه في الأخير اليوم هناك لوبي متحكم وطبعا هذا أصبح معروفا للعالم في اعتقادي يعني لدرجة أن الرأي العام الآن سواء تحدثنا مثلا عن الرأي العام الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أصبح يدرك تماما بأنه في الأخير المتحكم سواء في الإعلام أو حتى في السياسات الحكومية في السياسات الخارجية إزاء المنطقة الشرق الأوسط ككل هو اللوبي أو اللوبي الصهيوني اللوبي الصهيوني اليوم هو الذي يحدد خطوط الافتتاح بالنسبه لوسائل الاعلام وهو الذي يقول من الذي يجب ان يعاقب ومن الذي لا يجب ان يعاقب دائما في اطار خدمه المشروع الاكبر وهو مشروع الدوله الصهيونيه او مشروع الكيان الصهيوني ولكن اعتقد بان هذه المناورات في بعض الاحيان التي نجد فيها قناة هي في حد ذاتها معروفة بانها تابعة للوب الصهيوني تعاقب شخصا ما بتهمة معاداة السامية، نوع من المناورة حتى تبعد عنها تهمة الموالاة للكيان الصهيوني. اذا كيف يمكن يعني تعزيز الوعي لدى الدول والشعوب من اجل يعني ان ننزع فكرة بان معاداة السامية مرتبطة فقط بالكيان الصهيوني بل هي تمس جميع البشر؟ الأصل هذا هو لأنه في الأخير معاداة السامية إذا أتينا إلى أصل المصطلح أنه كل الذين ينتمون إلى الأصل السامي والأصل السامي معروف أنه ينتمي له العرب الفينيقيون الكنعانيون يعني مجموعة من الأعراب فأصل المشكلة في الحقيقة ليست أبداً, أبدا مرتبطة بالعرب ولا مرتبطة بالمسلمين الذين اليوم يريد الخطاب الغربي وحتى الخطاب الصهيوني ان يلصق تهمه معاداه الساميه بهم لدرجه انه لاحظي انه حتى جيش الجيش الصهيوني يسمى جيش الدفاع دفاع عن ماذا لانه في سنه 1948 الفكره التي اعطيت لليهود الذين هاجروا الى فلسطين هي اننا سندافع عن انفسنا ضد هؤلاء الذين يكرهوننا ويريدون ان يقتلونا ويبيدونا جميعا فسموا جيشهم بجيش الدفاع هذه هي الرواية التي تقدم للصهاينة وتقدم أيضا للرأي العام الغربي ولكن الحقائق التاريخية تؤكد بأنه معاداة السامية أو كره اليهود تحديدا لأن اليوم كما قلنا معاداة السامية أصبحت مختزلة في كره اليهود كره اليهود يعني أنت معاد للسامية خطاب معاداة السامية يعني أنك تتبنى خطابا ضد, الكيان ضد اليهود وأصبح فيما بعد أو ألحق بفكرة معاداة دولة الكيان ثم بمعاداة الصهيونية فلاحظي هذا التدرج إذا قلت الحقائق التاريخية تؤكد بأن الذين قمعوا فعلا اليهود وارتكبوا المجازر ضدهم هم الأوروبيون هم الألمان هم الإسبان في محاكم التفتيش هم الفرنسيون هم البريطانيون هذه هي الدول وليست أبدا بالعكس يعني دول الدول العربية أو ما يسمى بالعالم العربي اليوم والمسلمون كانوا يتعاملون ب الكثير من التسامح مع اليهود وكانوا جزءا من التركيبة البشرية التي شكلت ما يسمى بالدول العربية إذا اليوم واضح بأن فكرة معاداة السامية وإلصاقها بطرف ما هي خدمة لمشروع معين وإعطاء الشرعية كما قلنا لأن اليوم عندما نقول للغرب وللشعوب الغربية بأن هؤلاء يريدون أن يقتلونا وهؤلاء يريدون أن يبيدونا هنا نعطي الشرعية لأنفسنا لنرتكب ما نشاء من المجازر ولكن هذا تحطم اليوم ما شاهده العالم في فلسطين وفي غزة تحديدا في الأربع أشهر الأخيرة تأكدوا بأن هذا غير صحيح وبأن الذي يمارس الإبادة اليوم هم الصهاينة في حد ذاته إذا الحرب على غزة تكشفت فيها الكثير من الحقائق والوقائع ولكن هل الآن الأوان كي نضحض فكرة معاداة السامية خاصة بعد الأحداث الأخيرة وكيف يتم ذلك أستاذ؟ فعلا يتم ذلك من خلال حرب السرديات نحن قلنا في عده بلاطوهات ومنذ بدا طوفان الاقصى بانه بالاضافه الى المواجهه المسلحه هناك ما يسمى بحرب السرديات، وحرب السرديات تقوم اساسا على ضروره تصحيح الافكار المغلوطه التي روج لها الكيان طيله العقود العقود الثمانيه يعني منذ تاسيس ما يسمى بدوله اسرائيل الى غايه الان، يجب ان تصحح الافكار، يجب ان تصحح السرديات، يجب ان نغطي الواقع بعين الحقيقه وليس بعين الاعلام الذي اشتراه الصهاينه، اليوم الدور الذي تؤديه وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الموازي في كشف الحقائق وفي كشف ممارسات الصهيونيه في اعتقادي خدمت كثيرا السرديه الفلسطينيه الحقيقيه وكشفت زيف وكذب واجرام السرديه الصهيونيه التي في الاخير ما هي الا مشروع للاحتلال ومشروع للاستيطان ومشروع للعنصريه ولاباده الفلسطينيين. شكرا لك استاذ حمزة حسام استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية على كل هذه التوضيحات وعلى هذه الحقائق التي قدمتها لنا فيما يخص فكرة معاداة السامية ممنونة جدا لهم.